القمة، طريق القمة مش أي حد يعرف طريقه، القمة لها متطلبات وأساسيات ومبادئ. القمة ممكن يبقى سهل توصل ليها، لكن الأصعب إنك دايماً تعرف تحافظ عليها. القمة مش الفوز ببطولتين ولا حاجة من هذا الكلام، لا، القمة عارفة مين البطل. القمة هي عنوان القلعة الحمراء. القمة يعني جهد مجلس إدارة النادي الأهلي. القمة يعني من غير تفكير كل ما ينتمي للنادي الأهلي، يعني دائما النادي الأهلي في القمة. النادي الأهلي ما بينساش وعوده، الأهلي ما بينساش جماهيره، النادي الأهلي ما بينساش مبادئه وتاريخه السابق. هو ده النادي الأهلي. سلم بعد سلم ليطول الأهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. سلم بعد سلم ليطول الأهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. الأهلي القمة، اسم على مسمى، أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى. هتزيد وتعلي، احسب لي وقول لي، في السنة شوف كام بطولة حققناها. مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة، ده محلي وقر عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهية المسألة. مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة، ده محلي وقر عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهية المسألة. الأهلي القمة، اسم على مسمى، والكل بحبه اندفع، فكر وخطة وتكتيك ودراسة، نتيجته دباسة، نشاطها رصاصة، معانا الكاس اترفع. انجاز بالجهد اتدفع، والكل بحبه اندفع، فكر وخطة وتكتيك ودراسة، نتيجته دباسة، نشاطها رصاصة، معانا الكاس اترفع. الأهلي القمة، اسم على مسمى، الأهلي دايما على القمة. يعني طبعا كلنا عارفين ان الأهلي، لماذا دائما النادي الأهلي على القمة؟ النادي الأهلي على القمة لأن هناك مجلس إدارة بيخطط لما هو قادم، وبالتالي الكل بينتظر قرارات مجلس الإدارة، علشان احنا عارفين او كل ثقتنا او ثقتنا كبيرة جدا جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي، ايا ما كانت الأسماء بالمناسبة، عشان برضو هذا الكلام بيصيب البعض بالاحتقان. فعشان كده دايما بقول لحضراتكم ايا ما كان اسماء اللي موجودين في مجلس الاداره، ولكن دائما جمهور النادي الاهلي بيكون واقف في ورا كل اعضاء مجلس ادارته في كل قراراته. بالمناسبه قد يكون هناك من ينتقد قرارات مجلس الاداره، ولكن بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض من الجمهور يعني، بيننا وبين بعض، لكن في النهايه عندما يتم اتخاذ القرار كله بيبقى في ظهر القرار، مفيش حد. النادي الأهلي معروف بكده بالمناسبة من 1907، وحتى الآن النادي الأهلي معروف بكده، معروف لأن هناك تخطيط واضح لكل شيء. لو في أي أخطاء بيتم الاعتراف بيها على طول،
محدش بيقول لك ان يا جماعه لا احنا فرقتنا كويسه مثلا. يعني السنه اللي فاتت تم اتخاذ بعض القرارات اللي اثرت بشكل ايجابي مع الفريق. دلوقتي لما بنيجي نتكلم في اول السنه، لما كنت بتكلم دايما مع حضراتكم واقول لكم ان احنا عندنا 7-8-11 صفقه، كانت الناس بتضحك عليا، كانت الناس بتنتقد كلامي. ولكن دلوقتي عرفوا ان الكلام اللي الواحد الحمد لله والشكر لله كان بيقوله لم يكن لمجرد ان احنا بنطبل ولا بنسقف ولا لا، ولكن ياما الواحد عاش مثل هذه الظروف، عارف كويس جدا ان عجينة اللعيبة اللي عندنا او مجموعة اللعيبة اللي عندنا الحمد لله والشكر لله قادرة على الفوز ببطولات لسنوات قادمة. وبالتالي انا اللي ناقصني ايه؟ ان انا ريحك شوية. حاضر، ريحتك شوية، فلما ترجع لي انت صفقة جديدة بالنسبة لي. اي ادارة ما بتكون موجودة بتعمل شغلها وبتكمل على اللي اتبنى من 1907.